بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة تكنولوجيا الأغذية لطلاب وطالبات تكنولوجيا التعليم كلية التربية بجامعة الأقصى بغزة، نتحدث عن الوحدة السابعة بعنوان فساد الأغذية. في الوحدات السابقة من المنهج تحدثنا عن محتويات الغذاء، وذكرنا أن الغذاء يحتوي على الماء، المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى. المغذيات الكبرى هي الكربوهيدرات، الدهون والبروتينات، وهي التي تنتج الطاقة وتوفر الاحتياجات الغذائية للنمو. وأيضا تحتوي على المغذيات الصغرى، وهي الأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة أيضا للنمو ولتحرير الطاقة من المغذيات الكبرى. في هذه الوحدة سوف نناقش العوامل التي تؤدي إلى فساد الأغذية، حيث سيتم تقسيمها حسب قابليتها للفساد وللعوامل التي تؤثر عليها. تقسيم الأغذية: تقسم الأغذية تبعا لسرعة فسادها لثلاثة أقسام. أغذية قابلة للفساد السريع، وهي التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الرطوبة مثل الخضروات الورقية واللحوم والأسماك والحليب. بمعنى كلما ارتفعت نسبة الرطوبة، أي ارتفعت نسبة الماء في هذه الأغذية، كلما زادت قابليتها وسرعتها للفساد. ثانيا، أغذية غير معرضة للفساد السريع، وهي تحتوي على نسبة منخفضة من الرطوبة مثل الحبوب والبقول الجافة والسكر وملح الطعام. هذه الأغذية نسبة الماء الموجودة بها قليلة جدا، إما نتيجة لتجفيفها وإما نتيجة لتعرضها للمعاملات الحرارية. يمكن حفظ هذه الأغذية ما بين عدة شهور إلى عدة سنوات إذا ما خزنت في مخازن جيدة التهوية. ثالثا، أغذية متوسطة التعرض للفساد، وهي التي تتعرض للفساد بدرجة متوسطة بين الدرجتين السابقتين. لا هي بحاجة إلى وقت طويل حتى تفسد، ولا هي بحاجة إلى وقت قصير حتى تفسد، مثل البطاطس والتفاح. هذه الأغذية تتعرض للفساد خلال مدة تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة شهور. هذه الأغذية محتوى الماء والسوائل الموجودة بها والرطوبة تعتبر متوسطة، لذلك تعرضها للفساد يعتبر أيضا تعرض متوسط ما بين قليل إلى سريع. صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي: يجب أن تتوفر الصفات التالية في الغذاء لكي يصبح قابلا للاستهلاك. أولا، يجب أن يكون الغذاء في درجة النضج المرغوبة، أي ليس أقل استواء أو نضجا أو أكثر من اللازم فيصبح تالفا. ثانيا، خلو الغذاء من التلوث سواء كان ذلك في التصنيع أو جميع مراحل الغذاء. التلوث قد ينشأ من المبيدات الحشرية، الأدوية المضافة، المعالجات الكيميائية، الغبار والتراب أو أي عوامل تؤدي إلى التلوث. ثالثا، خلو الغذاء من التغيرات غير المرغوبة سواء كانت طبيعية أو حيوية، والتي ربما تنتج من أنزيمات الغذاء ونشاط الأحياء الدقيقة، الحشرات، التجميد، التبريد، الضغط أو أي واحد من هذه العوامل قد تؤدي إلى تغييرات غير مرغوبة في طبيعة الغذاء. رابعا، خلو الغذاء من الأحياء الدقيقة والطفيليات المسببة للتسمم الغذائي أو العدوى البكتيرية. بعض الأغذية نتيجة عدم غسلها قد تحتوي على نسبة مختلفة من البكتيريا، والتي قد تؤدي إلى نقل عدوى سواء من البكتيريا نفسها أو من السموم التي تفرزها هذه البكتيريا، أو أنها تحتوي على طفيليات وهي التي نسميها الديدان، قد تؤدي إلى إصابة الأفراد بالعدوى ومن ثم تؤدي إلى التسمم، فيصبح هذا الغذاء غير قابلا وغير صالحا للاستهلاك الآدمي. فساد الأغذية: يعرف فساد الأغذية بأنه حدوث أي تغير غير مرغوب فيه يحدث لأي صفة من صفات الغذاء. إذن أي تغير في صفات الغذاء يعتبر درجة أو مرحلة من فساد الأغذية، مثل التغير في الطعم، اللون، الرائحة، في القوام. كل هذه التغيرات تعتبر من مراحل فساد الأغذية. من أمثلة ذلك أيضا حدوث فقد في المحتوى الفيتاميني. كل غذاء يحتوي على عناصر معدنية ونسبة من الفيتامينات، وانخفاض هذه النسبة قد يعتبر مرحلة من مراحل فساد الأغذية. التغير في اللون، على سبيل المثال تغير الأوراق الخضراء إلى صفراء، يعتبر من فساد الأغذية. التدهور في القوام، ظهور رائحة غير طبيعية أو غير مرغوب فيها. التلوث بالميكروبات المرضية أو إفرازات هذه الميكروبات التي يمكن أن تتواجد مع الغذاء، هذه تعتبر كلها من صور فساد الأغذية.
لكن هنا يجب أن نشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن فساد الأغذية لا يعني أن هذا الغذاء غير قابل للاستخدام، بل يمكن استخدامه ويعتبر مقبولا حسب العادات والتقاليد. وأشهر هذه الأغذية السمك المقدد، والمقصود به الفسيخ. في هذه الحالة هذا الغذاء لا يعتبر فاسدا، ولكنه لا يعتبر ضارا بالإنسان، أي أنه قابل للاستهلاك الآدمي بالرغم أن هذا الغذاء يعتبر فاسدا. عوامل فساد الأغذية. تنقسم عوامل فساد الأغذية إلى 5 أقسام، وأولى هذه الأقسام هي عوامل فساد حيوية، والتي تحتوي وتشمل الكائنات الحية الدقيقة والإنزيمات. فيما يخص الكائنات الحية الدقيقة، لا يعتبر تلوث الغذاء بالميكروبات فسادا إلا إذا كانت هذه الميكروبات ضارة أو سببت تغيرا واضحا في صفات الغذاء، بمعنى يمكن أن توجد هذه الكائنات في الغذاء ولكن دون أن تسبب له تلفا أو دون أن تسبب له فسادا. لذلك وجودها مرتبط وتسبيبها للفساد مرتبط بتغيير صفات هذا الغذاء. من أمثلة هذه الكائنات الحية الدقيقة البكتيريا، الخمائر والفطريات. أولا البكتيريا. البكتيريا هي أحد عوامل الفساد الهامة في الأغذية، منها ما يسبب أمراضا ومنها لا يسبب أمراضا للإنسان، أي أن وجودها يؤدي إلى فساد الأغذية وليس بالضرورة أن يؤدي إلى حالة مرضية، ممكن أن يؤدي إلى حالة مرضية أو لا يؤدي إلى وجود حالة مرضية لدى الإنسان. البكتيريا المسببة للأمراض قد تكون أدت إلى وجود الأمراض نتيجة نشاطها بذاتها أو نتيجة لقدرتها على إفراز سموم تؤدي إلى إحداث المرض. النوع الأول من هذه البكتيريا هو بكتيريا تسمم البوتشيليني، هي تنمو في الظروف غير الهوائية، أي أنها غير مرتبطة بوجود الهواء، مثل الأغذية المعلبة غير الحمضية كاللحوم والخضروات، ينتج عنها غاز يؤدي إلى انتفاخ العلب ويؤدي إلى إخراج رائحة غير مرغوبة. هذا النوع من التسمم نتيجة نشاط البكتيريا بذاتها. ثانيا بكتيريا الاستافيلوكوكس، مثل هذا النوع من أنواع البكتيريا يؤدي إلى إفراز سموم، لا يغير في الرائحة ولا يغير في الشكل، ومن ثم يؤدي إلى حدوث التسمم وإحداث الحالة المرضية، وهنا يوجد صعوبة في اكتشاف هذا النوع من البكتيريا. النوع الآخر من أنواع البكتيريا هي بكتيريا حمض اللاكتيك، وهي التي تسبب ارتفاع في حموضة الحليب أو المحاليل السكرية أو عصير الفاكهة. هذا النوع من البكتيريا يؤدي إلى ارتفاع الحموضة، قد يتصاحب معه أنواع أخرى من البكتيريا تسمى البكتيريا النافعة، والتي لها وظائف مهمة في جسم الإنسان، والتي تعطي وظائف مناعية ووظائف حيوية للجسم وتحمي من كثير من الأمراض، مثل اللاكتوباسيلس أو بكتيريا أخرى التي تساعد في عملية التخليل. النوع الثاني من الكائنات الدقيقة التي تؤدي إلى فساد الأغذية حيويا هي الخميرة، ومنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار تماما مثل البكتيريا. الخمائر النافعة أو الخميرة النافعة تستخدم في التصنيع الغذائي، مثل خميرة الخباز والتي تستخدم في صناعة الخبز. أما الخمائر الضارة فهي تسبب فسادا وتعكيرا لعصائر الفاكهة وتكسبها الطعم المر، وأيضا منها ما يوجد على سطح المخللات، وتعمل على تحليل الأحماض الناتجة من المخلل والتي تؤدي أيضا إلى الطعم المر. النوع الثالث والأخير من الكائنات الدقيقة التي تؤدي إلى فساد الأغذية حيويا الفطريات، وتماما مثلها مثل الخمائر والبكتيريا، منها ما هو ضار ومنها ما يمكن الاستفادة منه. من أمثلة الفطريات التي تسبب فساد في الأغذية، الفطر الذي ينمو على سطح المربى وشراب عصير الفاكهة ويسبب تعفن الفواكه الطازجة، أي أنها تتغذى أكثر على السكريات. وهناك فطر أيضا ينمو على سطح الخبز الطري ويعطيه اللون الأسود والمظهر غير المرغوب، في حين أنه يمكن الاستفادة من بعض الفطريات في الصناعات الغذائية مثل صناعة الأجبان. ثانيا ومن عوامل الفساد الحيوية الإنزيمات. الإنزيمات هي مواد بروتينية، أي أنها تصنع من الأحماض الأمينية، تصنع داخل الخلايا، والهدف منها أنها تعمل على تسريع التفاعلات داخل الكائنات الحية، تعمل على تحويل المركبات الكيميائية من صورة إلى صورة أخرى.
من أمثلة هذه الإنزيمات والتي تؤدي إلى فساد الأغذية الإنزيمات المؤكسدة والمختزلة، الإنزيمات المحللة للمواد الكربوهيدراتية أي أنها تعمل على تكسير مركبات الكربوهيدرات والسكريات الموجودة في الطعام، الإنزيمات المحللة للدهون مثل إنزيم اللايبيز وهو الذي يحول الدهون إلى جليسرين وأحماض دهنية يؤدي إلى فساد الأغذية الغنية بالدهون، الإنزيمات المحللة للمواد البكتيرية وهي مهمة وضرورية في صناعة الفاكهة، الإنزيمات المحللة للمواد البروتينية مثل إنزيم الرينين والذي يعمل على تجبن الحليب أو تلك الإنزيمات التي تستعمل في تطرية اللحوم، هذه الإنزيمات تعمل على البروتينات مباشرة، ممكن أن تستعمل كاستعمالات مساعدة في الصناعات الغذائية أو أنها قد تؤدي إلى فساد الأغذية. ثانيا، عوامل الفساد الكيميائية وتشمل بداخلها تفاعلات التلون البني وأيضا تزنخ الدهون. فيما يخص تفاعلات التلون البني فهي إما أن تكون مرغوبا بها مثل تحميص القهوة وتحمير الخبز، وإما أن تكون غير مرغوب بها نتيجة عوامل مختلفة، وهي صورة من فساد الأغذية والتي تضر بمظهر الغذاء والتي تؤدي إلى خفض قيمته التسويقية والغذائية. تفاعلات التلون البني إما أن تكون ناشئة عن نشاط إنزيمي أو أنها تلون غير إنزيمي. في التلون الإنزيمي ينتج هذا التلون عن نشاط إنزيم البوليفينول أكسيديز ونحن غير مطالبين بحفظه، وهذا يشاهد غالبا عند تقطيع التفاح والبطاطس وهو يحتاج إلى الأكسجين أي بوجود الهواء. وفي حفظ الأغذية نصمم خطوة بسيطة حتى لا نعمل على تحويل هذه الثمار إلى اللون البني، وللقضاء على هذا الإنزيم ذلك بحجب هذه الثمار عن الأكسجين ثم بعملية الصلب، بذلك نتجنب تحول هذه الثمار إلى اللون البني. أما التلون غير الإنزيمي فإنه يشمل تفاعل ميلاردي والكرملة. تفاعل ميلاردي يحدث نتيجة تفاعل البروتينات مع السكريات وذلك وقت التصنيع والتخزين وخاصة على درجات حرارة عالية، يمكن الحد منه عن طريق معاملة الأغذية بالكبريت. أما الكرملة فهي تحدث نتيجة لتحلل جزيئات السكريات وخاصة عند درجات الحرارة العالية وهي التي تؤدي إلى تحول لون الأغذية إلى اللون البني. ثانيا، من عوامل فساد الأغذية كيميائيا تزنخ الزيوت والدهون. تتعرض الزيوت والدهون والأغذية المحتوية عليها إلى فساد كيميائي يعرف بالتزنخ، ويصاحب هذا الفساد ظهور رائحة كريهة وطعم غير مقبول لهذه المنتجات، وهذا إما نتيجة وجود ميكروبات وإما نتيجة تعرضها للهواء مباشرة. عموما هناك عدة عوامل تساعد هذا التفاعل، ومنها وجود الأكسجين الجوي ودرجة الحرارة ووجود بعض الإنزيمات التي تفرز من الميكروبات. إذن العوامل التي تساعد في التزنخ، أولا الأكسجين، ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا وجود إنزيمات تفرز من الميكروبات، ووجود آثار لبعض العناصر المعدنية مثل الحديد والنحاس والتعرض للأشعة فوق البنفسجية. كل هذه العوامل تساعد بسرعة تزنخ الزيوت والدهون. ثالثا، عوامل الفساد الطبيعية وتشمل الرطوبة، الحرارة، الضوء. ففي حال زيادتها أو نقصانها فإن هذه العوامل قد تؤدي إلى تلف الأغذية. أولا الرطوبة، عند زيادة الرطوبة فإن زيادتها قد تشجع الميكروبات على النشاط، كما أنها تؤدي إلى تلف بعض المنتجات مثل الملح والسكر نتيجة التكتل عند زيادة الرطوبة. عند نقصان الرطوبة فإنها تؤدي إلى ذبول وجفاف بعض المنتجات كالخضار الورقية. ثانيا الحرارة، انخفاض الحرارة أو زيادتها سوف يؤدي إلى تلف الأغذية. الضوء، يعتبر الضوء عاملا مهما حيث أنه يعمل على فقد بعض المكونات الغذائية الحساسة له مثل فيتامين B2 أو الريبوفلافين الموجود في الحليب، لذلك يجب عدم تعريض مثل هذه المنتجات لأشعة الشمس أو للضوء مباشرة. رابعا عوامل الفساد الميكانيكية وهي تلف الأغذية نتيجة التعرض للضغط والخدش والتهشم. خامسا عوامل أخرى قد تؤدي إلى فساد الأغذية وهي وجود الحشرات والقوارض والتي تتلف وتفسد كمية كبيرة من الأغذية، والأسوأ من ذلك فإن فضلاتها قد تتلف 20 ضعفا مما أفسدته الحشرات والقوارض نفسها.
هذا الجدول يوضح عوامل فساد الأغذية المختلفة، وهو يلخص ما تم ذكره سابقا. تحديد مدى صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي. بعد أن تعرفنا على عوامل فساد الأغذية، فإنه يجب معرفة متى يصبح هذا الغذاء غير قابل للاستهلاك والاستعمال الآدمي، خاصة أن ليس كل تغير في الغذاء وإن كان جزء من مراحل فساد الغذاء يعني أن هذا الغذاء غير قابل للاستخدام. لذلك إذا توفرت الحالات التالية فهذا معناه أن هذا الغذاء غير قابل للاستهلاك. أولاً، حدوث تغير في الصفات الطبيعية المميزة للغذاء مثل الطعم، الرائحة، النكهة، والقوام. ثانياً، تغير في القيمة الغذائية، وللأسف مثل هذه الحالات صعب أن يتم اكتشافها إلا من خلال التحليلات المخبرية. ثالثاً، حدوث أضرار بالعبوة مثل التنسيم، الصدأ، أو انتفاخ العلب. ورابعاً، حدوث أضرار لبعض المستهلكين، وهي شكوى بعض المستهلكين من أعراض مرضية ناشئة عن استهلاك نوع من أنواع الغذاء، بالأخص إذا كان هذا الغذاء معلباً حتى وإن كان تاريخ الصلاحية لم ينتهي بعد. أخيراً، هذه الصورة تشرح تفاعلات التلون البني، وهي تلون إنزيمي والذي يغير لون التفاح إلى اللون البني، والذي يعطي دلالة على فساد الثمار. بالنهاية، شكراً لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.